المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة والفساد. المنظمة والفساد، أيوة. على اعتبار أن كل يؤدي إلى، يعني كل منهما يؤدي إلى الآخر. ده حقيقي. هل أساس هنا المخدرات؟ الحقيقة الجريمة المنظمة بيندرج تحتها المخدرات، ولكن طبعا المخدرات هي جزء مهم من شغلنا، لان احنا عندنا ايضا المعمل المركزي، المعمل المرجعي في فيينا، اللي العينات للمخدرات من جميع انحاء العالم بتجيلنا، بيتم تحليلها ويعني تسجيلها، وبالتالي فعندنا شغل فني وعلمي في معمل المخدرات، عندنا شغل في الحد من الطلب، وشغل ايضا في الحد من العرض. الحد من العرض هو بقى مكافحة الجريمة المنظمة، حماية الحدود، التعاون مع كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لمساعدتهم على مواجهة الجريمة المنظمة. أيضا إحنا المعنيين والمسؤولين عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية، فالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات وغيرها من الاتفاقيات الدولية.